كونيتشيوا مينا سان ومايوازيكو سينباي، ورحب بكم في قناة أولزو. وفي فيديو اليوم يا جماعة جدا فيديو خطير، شارك تسريبات بوروتو فصل 53، كما أنني ترجمت السيناريو أيضا، ليس كل الصفحات ولكن زبدة الموضوع، أظن هذا ما لم يفعله أي شخص على اليوتيوب للآن. إذا كنت مهتم للفصل فتابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لايك للفيديو إذا أعجبك، وعمل شير من أجل أن يعرف الجميع الفصل. ولن أطيل عليكم أكثر، انترو ستارت. صان عندنا عليكم مجدد، وخلونا نبدأ. أولا، فصل 53 كان من كاشيموتو حرفيا، والرسم الغلاف من إيكيموتو بعنوان هذا هو الواقع. نهاية فصل 52 ظهر كواكي فجأة للساحة واندهش الجميع، وفي بداية فصل 53 يلاحظ ناروتو ذلك ويقول له كواكي اهرب، ويقوم إيشيكي بضرب ناروتو في معدته، وبسبب ذلك ناروتو تقريبا أغمى عليه، وأيضا الوضع الباريون موت توقف. وبسرعة إيشيكي يمسك كواكي من رقابته، وردت فعل ساسكي في لحظة يستعمل الرينيجان ويبدل الأماكن مع كواكي، وثم يغضب إيشيكي ويضرب ناروتو مجددا في معدته بقوة، وأكيد رمى ساسكي بعيدا أو ضربه، وتنزع يد كواكي من قوة الضربة، ثم يهرب كواكي ويختبئ. ثم إيشيكي يطير في السماء ويصرخ باسم كواكي، ثم يدرك إيشيكي أن كواكي لا يخرج، يأخذ ناروتو كرهينة. إيشيكي سأعد إلى 20 ثانية، وإذا لم تخرج في 20 ثانية فسوف أضرب على معدة هذا الرجل وأقتله. إذا كنت تريد حقا الهروب يمكنك ذلك، ولكن هوكاغي الثمين سيقتل. ساسكي يقول اللعنة، هذا اللقيط وحي له الشريرة. كواكي يتذكر كيف اعتاد الهروب من تجارب جيجن بالاختباء في زاوية يرتجف، لكن جيجن تمكن من العثور عليه في كل مرة. لم يستطع كواكي التوقف عن الارتجاف، يمسك يد ناروتو اليمنى، وبينما كان إيشيكي يعد تنازليا يتذكر كواكي كلمة ناروتو وابتسامته، قال ناروتو وهو يبتسم، من الآن فصاعدا أنت تلميذي. آخر ثانية خرج كواكي، ابتسم إيشيكي وقال ولد جيد. كواكي كملاذ أخير يستخدم تقنية نار، لكن هذا غريب جدا، ولكن أي نينجتسو لا معنى له، حيث أن إيشيكي يتمكن بسهولة من امتصاصه. إيشيكي يحتضن كواكي ويقول له ماذا تفعل، هل تتظاهر بأنك شينوبي؟ كواكي يرد عليه ويقول الهوكاغي السابق قابلني كطالب له وقال أن لدي موهبة كثيرة. إيشيكي يرد عليه ويقول لا يمكنك أن تصبح نينجا، كل وجودك هو أن تخدمني كوعائي ثم تختفي. يرد عليه كواكي لقد علمني أيضا معنى الحياة، كنت فارغا من الداخل. يرد عليه إيشيكي كيف انتهى الأمر، وفي النهاية سمحت لي الذراع اليمنى التي أعطاها لك بالعثور عليك، علمك المشاعر ووقعت فيها، جعلوك ضعيفا، هذا هو الواقع. يرد عليه كواكي ويقول أنت لا تفهم شيئا ولن تفهم أبدا، عالم بدون الهوكاغي السابع لا يعني لي شيئا، من الأفضل أن تموت يا إيشيكي. أمسك إيشيكي بكواكي من رقبته، لا يهم مصيرك أن تصبح سفينتي بما نوياي. بدأ إيشيكي بنحت الكارما على كواكي، وعادت رموز الكارما إلى جسد كواكي. يضحك إيشيكي جدا بينما وقف كواكي بلا حراك. إيشيكي يتحدث ويقول له انظر إلى نتيجة كل هذا، هذا هو الواقع، رغم أنه جعلني أكافح عدة مرات في الوسط لكن في النهاية فزت. بدأ كواكي بفتح عينيه ببطء. إيشيكي يقول أستطيع أخيرا أن أنام بسلام. زال يضحك بشكل مجنون، وبدأت أصابع إيشيكي تتساقط، وبدأ جسده يتفكك من أجل أن يتجسد مجددا على
كواكب. ويقول إيشيكي: يا للأسف رفاق، لم أفكر أبدا أن مجموعة من المخلوقات الأدنى ستجبرني على هذه النقطة. ينظر كواكي إلى إيشيكي، وأثناء قيامه بذلك تبدأ علامات الكارما بالاختفاء ببطء من جسد كواكي. ضحك إيشيكي المهدد تحول فجأة إلى صدمة. صدم ساسكي أيضا. إيشيكي يقول: ماذا يحدث؟ كواكي يقول: هل يمكن أن تخبرني كم ثانية بقيت لتعيش في هذا العالم؟ يبدو أنه لا يزال أمامك بضع ثواني للعيش. تغير وجه إيشيكي من صدمة إلى غضب شديد، يقول: ماذا؟ الجحيم مستمر. هار إيشيكي على الأرض حيث بدأ جسده يتفكك، ويقول: هذا مستحيل، مستحيل حرفيا، نحتت الكارما عليه. فجأة ظهر كواكي آخر في المشهد وصدم إيشيكي. قال كواكي بصوت خافت: جوتسو استنساخ الظل. إيشيكي بينما كان يحدق في كواكي تحول إلى رماد، داس عليه كواكي مثل الحشر وقال كلمته الأخيرة: الآن يمكنك النوم إلى الأبد أيها الوقت. لما شمل كواكي مع ناروتو قال ناروتو: لقد فاجأتني حقا، لم أتوقع استنساخ الظل. يرد كواكي بالقول أنه مازال يمارس واحد هو واحدة، بمعنى كواكي كان يمارس وحدة على تقنية كاغيمونشي. جاء ساسكي أيضا إلى كواكي وناروتو وقال: هل أنت بخير يا ناروتو؟ يرد ناروتو بالقول: أنت الشخص المصاب كثيرا. كواكي وساسكي لديهم لحظة فضول حول قوة ناروتو الجديدة. يسأل ساسكي ناروتو: لا تتجنب سؤالي، أريد أن أسألك عن تلك القوة. توقف ناروتو مؤقتا بينما استمر ساسكي في القول: استهلاك الشاكرا غير شائع جدا، هذا القوة محفوفة بالمخاطر أليس كذلك؟ ناروتو يرد عليه ويقول: لا، هذا كيف أضع. حتى كواكي كان فضوليا وسأل: ما هو أيها الهوكاغي السابع؟ قل ذلك بوضوح. فجأة قام بوروشيكي بسرعة فائقة بطعن ساسكي في عين اليسرى. الجميع مذهول عاجز عن الكلام تماما، لم يكن أحد يتوقع حدوث شيء كهذا. بطأ بوروتو بقوة لكن ساسكي سقط على الأرض مغطي عين اليسرى في مفاجأة. داش ناروتو وكواكي وبوروشيكي يقول: لم أكن أتوقع هزيمة إيشيكي أوتوتسكي على يدكم يا رفاق، لذا بالنسبة لي العوائق الوحيدة المتبقية هي أنتم يا رفاق. هكذا نستنتج أن موموشكي على جسد بوروتو يريد استكمال خطة الشجرة المقدسة. وثم يحدث قتال بين ساسكي وناروتو وكواكي ضد بوروشيكي قليلا، وثم ينتهي الفصل. طبعا يا جماعة الفصل واضح جدا حماسي، ولا أريد أحلل الفصل في هذا الفيديو لأن سيأخذ وقت أطول، يعني فقط حبيت أسرد عليكم زبدة الفصل. وعند نزول الفصل سأعمل مراجعة له ونحلل كل شيء وكيف ساسكي سيرجع عين الرينيغان وهكذا. يعني الفيديو القادم خفيف، آخر أخبار أنمي بوروتو لا يفوتك. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إذا أعجبك لا تبخل علينا باشتراك لنصل 1000 مشترك في أسرع وقت ممكن، ولايك للفيديو إذا أعجبك، وشكرا للمشاهدة. سيونارا منا. It's never gonna change, it ain't the same, and I'ma stay this way.